يعاني سكان حي شريط من مشكلة تكدس النفايات وانبعاث الروائح الكريهة، الأمر الذي تسبب في غلق الطريق العمومي في وجه الراجلين. تعود وقائع الحادثة إلى أن أحد الأشخاص قام بتغيير مكان النفايات من مكانه وتحويله إلى نقطة لا يمكن الوصول إليها من طرف السكان، علما أن هذا المكب العمومي وضع من قبل البلدية، إلى أن وصلت الأمور إلى ملامسات وشجارات بين السكان والمسؤول عن هذا الفعل، بالرغم من الاتصالات المتواصلة بالسلطات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا. السلام عليكم. نطلب من السلطات المحلية وخاصة رئيسة الدائرة تشوف المشكلة هذا تاع حاشيكم تاع الزبل اللي رانا واقعين فيه. حنا كانت عندنا لابوبيل ملي جينا سكننا هنا مدة 30 سنة، وحنا ساكنين هنا لقينا بوبيل هيك. كي تشوف البلون كاداستر مخدومة فما، رقدنا ونوضنا، جاء انسان بدل، لقينا الزبل قريب في بيوتنا يعني في الطريق هنا كان مشتت، حتى جاو يعني ناس الحي مساكن لمدوه بطريقه فوضويه. ايه بطريقه فوضويه. شفتوا بواش البوبيله اللي كانت هنا رفدوها هزوا تاع الليل وداوها بدلوا لها المكان. البوبيله كانت في الجهه اللي من هي محطوطه في الجهه اللي من هي، جاء شخص حاب يبدلها في الجهه اللي من هي، طلع البوبيله الكبيره تاع الزنقلاحه الفوق في القعده هزوش تاع الليل، هزوش تاع الليل جاء طلعها الفوق. شفتوا هو واش يبدل البوبيله؟ سيفتو والو، سيفتو رئيس دائرة هو رئيس بلدية باش يبدل لابوبيل. السلطات هي تجي تاخذ الأمر تاعها وهي تبدل لابوبيل. تفتر ما في الأرض، تفتر ما في الأرض. هاي لابوبيل دوك هاي الزبالة اللي حاولت تدي لها، تفكر طريق. علاه؟ 89 من 89 هي لابوبيل، لابوبيل في بلاصتها من 89. وراش؟ نطلبوا من السلطات تجي دير لنا حل. يا خويا تجي دير لنا حل، رئيس دائرة رئيس بلدية تجي دير لنا حل. إلا كانت ماهيش قانونية، إلا كانت ماهيش قانونية، ترجع إلا كانت قانونية تقعد ثم الزوبية تاعها. هو حنا نرموا منه، هو يعاود يرجعها، ولينا كي اللاعب تاع قطو الفار، هو يلوح حنا نردوا. شوف ديروا لنا حل، البلديه تاخذ قرار، الا كان بالنسبه لها هذه تتحول منه بقرار، ولا ما تحولش يرجع البلاصه اللي وصلت عندي يبنيها وصلت عندي. البلون تاع خلاص هذه ستي بوبيل. لا عندها البلون تاعها. جبدنا من جوجل ستي بوبيل. جاو الناس استولوا عليها نحوله، وشو راه نديروا لنا هنايا؟ رانا اتصلنا بالمسؤولين زعما كاين حتى واحد جانا نتفاهموا مع الناس هذا وما نتفاهموش معاه. المسؤولين واحد ما جاني حتى واحد مسؤول. درنا معاه عيطنا لهم وهبطنا للبلديه ودرنا معاه. جا العضو الثالث قالنا نهار الحد ندير لكم مشكل، رانا قلنا 60 حد عندها البلون في لاكاداس سي بو. كان حتى واحد جا ديروا لنا حل، هذا رئيس البلديه ولا رئيس الدائره ولا ما كاينش، كاين الوالي. جينا للسلطات المحليه وخاصه البلديه ما داروا لنا والو. بالصور ايه بالصور وبالدليل وكذا، ماذا بينا يعني احنا الوالي ولا الشيف دائره ولا تجي دير لنا حل. وزيد كاين هنا مشكل واحد اخر انا وقعنا فيه، انه كاين الخزنه، كاين الخزنه تاع الغاز حاطين عليها هاي الصونه الغاز. الله اعلم دارت ديبوزات بلانت باسكو الخزنه تاعها والزبل اللي تلاح فوقها كاش ما يكون، والله سي لا كاتاستروف.